السلام عليكم، صباح الخير عليكم. اليوم راه عندنا درس ان شاء الله، راه داخلين طريق مكسره شويه، غير يعني فيها الحفاري فيها كذا. راح نوريكم اليوم كيفاش يعني نمشيو فيها في الطريق هذه، كيفاش راح نتعاملوا معها، فيها الشاحنات، فيها هي طريق مكسره كما يقولوا حنا بالعاميه، الطريق تاعنا مكسره. معنا الاخت هنا، دخلنا ان شاء الله الطريق هذه، قالت لك باش نشوف كيفاش يعني مستعب معها. راح نديماري ونخرجوا نتكلوا على ربي. تبعونا مليح، تبعوا الفيديو حتى الاخير ان شاء الله. ان شاء الله تكونوا ديماراجون كود، شوفوا كيف راح ديماري. تبعوا مع يعني تخدم برجليها، تبعوا كيف تخدم برجليها وبيديها. فوالا درنا داخلين في طريق، طريق مكسره. كيفاش راح نتعاملوا، كيفاش تمشيو معاها، واش من السرعه تمشيوها، كيفاش تيفيتي والحفاري. فوالا راكم تشوفوا هنا يعني طريق كيفاش حفرة مكسرة بزاف الطريق. راهي يعني باش تعملو نمشيو مع الطريق هادي. هنا لازم نكونو يقظين ونكونو حذرين في الطريق هادي. الإنسان على كل حال ماشي راح يتعامل، لازم يتعامل معاها، ما يتعاملش كيما في الطريق عادي. هنا عندنا خروج الشاحنات، خروج آلات، الطريق يعني مكسرة. عندنا هنا الستوب الإشارة على اليسار، نحبسو بلا قبل ستوب، لازم نحبسو ستوب، قف ما قف نحبسو. فوالا ما كان والو، نروحو. فوالا طريقيا مارك دا ستوب ديالك، نديرو دوزيام ديالنا طريقيا ونروحو نعقل. شوفو كيما هنا يعني راهي الطريق كيفاش مليحة، مشيوها. الشاحنات راك تشوفوا يعني خروج الشاحنات وخاصة بكثرة، طريق مكسرة بزاف هنا. هنا ما تخافيش، الإشارة تاعك اليسار، اليسار نقص بالفران. شوف دور التريفيزور ديالي، نعاود نروح على اليمين. لهنا في الحالة هذه واش راح ندير، نقص بالفران اومبريك، رازي لومبريك ديالك، ديري بروميير تاعك، نتبعو هنا بالبروميير بالعقل، نحي رجلك. فوالا شوف الطريق شراي مكسرة. فوالا نروحو قبالة، قبالة بالعقل، يعني الطريق هنا راهي مكسرة، هنا لازم نمشيو بالعقل، يعني بروميير هنا راه نتبعو بعقلنا. خرجنا من هذاك المرسو المكسر، هنا ماكسيلار نومبري، ندير دوزيام، دوزيام بروميير دوزيام. راك تشوف هنا الأشغال في الطريق هذي، كاين ناس راهي تخدم يعني تمشي في الطريق هذي، يقول لك أنا مركزش كيفاش نتعامل معاها، كيفاش نسوق. يعني كون تمشي تمشي بسرعة، تح في حفرة قادرة العجلة تاعك يعني البنو تاعك يكلاطي لك، وتعشي طايح اون بان لهنا. والله أنا نروح نتبعو، تبعو لهنايا، تبعي كيما راهي نمشيو هاد السيارة، تبعوهم و بعدا نديرو الإشارة نروحو على اليسار، تبعو لهنا الإشارة على اليسار. نشوفو لهنا نقصو بالفران ديالنا، فوالا نقصي بالفران ديالك. لهنا راه جايتنا طلعه، طلعه طريق مكسر. هنا واش نديرو، نقصي بالفران ديالك شويه، داك رازي لومبرياج، ديري بروميير، نحرج لك ديريكت على لومبرياج. فوالا وكملي. هنا بدلنا السرعه، غيرنا السرعه بلا ما نتوقفوا، بلا ما نحبسوا، غيرنا السرعه، نطلع بروميير بالعقل، والفولون تاعك شديها بطريقه صحيحه. فوالا وتبعي، تبعي بالعقل كيما راك تشوفوا هنا الطريق راهي مكسره، تبعوا بعقلنا. نخرجوا لهنا، شوف هنا ستان سوميت كوت، ما عرفناش واش راه جاي. هنا نشوفوا الاشارات هذوما اللي راهم بالصفر، هذو طومبورير اشارات مؤقته، تسمى يخلص يعني يخلصوا لي طراف، تتنحى الاشاره هذه، ما تبقاش توجور. يقول لك حنا الاشاره هذه هي اللي يعني تبقى شغل دائمه، صفراء طومبورير يعني مؤقته. نقصي بالفران، ما تمسيش لومبرياج كاع، تطلع بالعقل وحدها. دودانا ندور عندي لهنايا، فوالا المنعرج تاعنا ندورها بالعقل. هنا في الطريق هذه هنا ما كانش يعني نديروش السرعة، السرعة ما نديروهاش، درتي السرعة كيفاش هربت بيك السيارة، وطيها في حفرة تعشي اون بان يعني، ومن بعد هذيك تعشي في ديباناج وتعشي لوخ. كيما هنا نقص بالفران ديالي، هنا ما نهربوش، راك تشوف هنا لابيس هذي ما نهربوش هيكا، ونعاود نوليك نتبع الطريق، نطلع الدودانا تاعي بالعقل. فوالا نتبعت بيان، ماكسيلار كاين المخزور البعيد، واش كاين هيكا؟ كاين دودانا واحدة أخرى، ما كان
زيد يعني ندير دوزيام نوصل هنا نعاود ننقص. هاي بيناتهم 10 مترات. روح بالعقل. لاكسيلير شويه. زيد نتبعوا الفيراج هذا ديالنا بالعقل. يعني هنا في الحفر في الطريق تكون مكسره لازم نمشيو بالعقل تريوث ما نجريوش. ملي قلت نعاودها وانت كي تجريو راح تما يعني يجيكم عطب في السياره. السياره تاعك يجي فيها عطب يجي فيها عطب. نتبع هكذا نشوفوا كيما هنا قايتك راه نتبعوا بالعقل. بيراميد راك تشوف هنا هي حفرات وضعنا بالعقل هذه وتاخذ الطريق تاعك تروح يعني وكون يعني تمشي بالعقل ما يصرى لك حتى يعني يصرى لك والو يعني ما تخاف به اون بان ما تخاف له يعني كل حال وكاين تشد لابيس بزاف وطيح الروده ديالك قادره تكريفيك الروده وتطلع واحد لازم نتعاملوا معاها احترافيه نقولوا نمشيو بالعقل بريمير سورتو هنا نتبعوا بالبريمير بريمير ونتبع هاي كيما راهم يتبعوا كاع عندنا الشاحنات عندنا فيها الاشغال الطريق هذه الحفاري هنا الحفران عندنا هكذا وغيرت الاتجاه كي تبدلي الاتجاه لازم دير الاشاره تاعك باللي راك راح تغيري هربتي على حفره والله هربتي يقولوا هاد الطريق منها مكسره نجيب منها الطريق هذه فيها الكودرون لازم دير الاشاره تاعك باش اللي موراك تعلميه باللي راح تدني سواء على اليسار او على اليمين ماكسي اللي راح نمشي شويه هنا الطريق راهي مسرحه شويه بالعقل صراحة شوية ومن بعد هذيك كاين دوضانا العقل احنا الطريق هذه الانسان لازم يستفاد منها لازم يستفاد راك تشوف هنا كيفاش راهي في الاشغال وبزاف الناس هذه الطريق يعني هي في الاشغال الناس راهي تمشيها تمشي على كل حال باش ما يقدروش يغلقوها الناس تروح على بعيد لازم نتعاملوا معها احترافيا نقولوا نمشيو بالعقل عندنا دوضانا راك تشوف نحرجك الاكسيليراتور كاريمون توشي الفران ديالك شويه لا فوالا نحرج لنا على الفران راهي بيان الاكسيلير ونروح نطلع الدودانا ديالي ونروح نمشي بالعقل ونتبع شد هنا اليمين توجور نتلزم اقصى اليمين عندنا ثاني دودانا واحده اخرى والطريقه راهي مكسره لهنايا راك تشوف فيك شنو هنا تهرب على الحفره هذه حبيت تهرب لازم دير الاشاره تاعك لليسار هربنا على الحفره هذه هي ونعاود نرد على اليمين زيد الاشاره تاعك لليمين كاينه حفره على اليسار ونعاود نحي الاشاره ونكمل بالعقل هنايا شو هنا الانسان تشوف الحفر هادو الانسان يمشي بالعقل طيح في حفره تكون لي بسرعه جيب لي شويه لعندي لهنايا تجي في تكون عندك لا تصرى لك وتقدر تسبي في حادث ثاني يجيك واحد تخلعيه يعاود يروح على ضروه يروح اكوش شد لهنايا اكسيلير شويه اكسيلير هنا الطريق هذه كي تعودي تمشي فيها هاي اللي كيفاش راكي تمشي ما تجريش فيها ما تجريش ما تجريش ما ديرش لافيتاس وكيفاش تمشي تتعاملي مع الحفاري هذو تتعاملي مع السكان مع المره تتعاملي مع الشاحنات نبهي بالمدبع الصوتي ديالك نروح نمشي فوالا هاي دولار هنا هنا راهي فرغت والطريق انا نشوف فيها البعيد مليحه ماكسيلير بيان اكرازيون امبرياج ديري الدوزيام ديالك ريحة فوالا شدي الفولون تاعك بطريقة صحيحة هنا دودانا حنينة توشي غير الفرن وحدو نحرج لنا على الفرن فوالا طري بيان ونروحو ونروحو عادي هنا عندنا حفرة إشارة على اليسار نهربو على الحفرة هادي عاودي ردي لهنا لليمين نقصي بالفرن ديالك نقصي اكرازي لومبرياج كاع اكرازيه ديري بريميير ما تفرينيش ساك نحرجك على الفرن ونحرجك على البومبرياج اكسيدر شويه وروحي فوالا شتي كيفاش تعاملتي بلا ما نفريني وطحنا في الحفر هادو باش يعني نتعاملوا مع الطريقه تاعنا نتعاملوا مع الطريق هذه ما كان والو اكسيلير حنا خرجنا من الحفاري هادو اكسيلير مليح شدي لهنايا دوزيام ديالنا شدي لنشوف نهرب على الحفره اكسيلير ونكملوا الطريق ديالنا شدي الفرون تاعك بجوج يدين فوالا نروحوا بالعقل كملي بعقلك دوري عندي لهنا شوفي هنا هنا راهي الطريق من هيك تدي وتجي هنا ولا الطريق تدي وتجيب لازم نكونوا يقظين هنا من هيك هاي الطريق وحدها دناش الحفر لهنا واش قلنا هنا كنت زايرين لهنايا تكريفيك الروده ديالك وتبقى هنا تكريفيك روده ممكن عندك رود سكور دي بانيور بصح كي تكريف لك جرود دناي لهنا لعندي لعندي كي تكريف لك جرود تسمى طحتي اون بان اكسي اونبري ديري بريمير ديالك اشاره على اليمين راح نبدلو المسلك اشاره على اليمين اونبري ديري بريمير كراسي لومبريج نحرج لك كاع لومبريج اكسيلير
طاكسي لا طريب يا تبعوا معايا باش تخدم برجليها. شوف دير التلفزيور ديالك شدي عندك اكسي لا ربيان سرح الطريق اكراسي بومبليل ونديرو دوزيام تاعنا السرعه الثانيه ونكملوا السير. هكذا رانا خرجنا من الحفار هذو وان شاء الله تكونوا استفدتوا يا لوكاب معلومه واحده من الدرس هذا ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.